زميلتنا مارينا أمير راحت هذا المركز اللي هو علاج طفل التوحد بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وزارت المركز والحقيقة عملت جولة كده عليه وجابت لنا هذا التقرير بالخدمات اللي بيقدمها هذا المركز. نشوفه ونرجع لحضراتكم. أنا عايز صحابي ليكوا اللي تعلموا معايا، أنا نفسي أبقى دكتور. كاميرا مانشيت داخل مركز التوحد بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي يستقبل 50 طفلاً يومياً ويوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال طيف التوحد. تم افتتاح مركز التوحد في مستشفى العباسية للصحة النفسية. المركز أصلاً كان بادئ الأول بمكان صغير، تم افتتاح المركز ده بسعة أكبر بمساحة أكبر بإمكانيات أكبر. هي الحالات اللي بتجيلنا بيبقى عندهم مشاكل التوحد، فاحنا بنتدخل بنشتغل على برنامج اسمه بي. البرنامج ده بنشتغل على كذا ليفل، فهو الطفل بعد ما بيعدي كذا ليفل بننقل الليفل اللي بعده. يعني البرنامج ده بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على التسميه مثلا. طفل مش بيعرف يسمي، ما بيعرفش يسمي مثلا زي الحيوانات، زي الخضار والفاكهه، ما بيعرفش يسمي حد من افراد الاسره مثلا. احنا عندنا اطفال التوحد بيعانوا دايما من مشاكل حسيه، لان عندهم الحواس مش بتعمل بشكل بسيط، بشكل مبسط. التكامل الحسي معناه هو عملية عصبية المسؤول عنها طبعا الجهاز العصبي، دورها كله تنظيم المدخلات الحسية اللي بتدخل للطفل عن طريق للمخ، يعني عن طريق حواس مختلفة، فهو بينظمها بطريقة معينة لإرسال رد الفعل المناسب. احنا عندنا أطفال التوحد مش بيعملوا العملية دي بشكل منتظم أو بشكل مظبوط، فعشان كده هم بيعانوا من اضطراب التكامل الحسي. تظهر علامات اضطراب طيف التوحد على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مثل قلة الاتصال بالعين أو عدم الاستجابة لاسمهم أو عدم الاكتراث لمقدم الرعاية. قد ينمو أطفال آخرون بشكل طبيعي خلال الأشهر الأولى من عمرهم، لكنهم يصبحون فجأة انطوائيين أو عدوانيين، أو يفقدون المهارات اللغوية التي قد اكتسبوها بالفعل. إحنا هنا في مستشفى العباسية، هنا مركز التوحد، أنا ابني طفل توحدي. هنا بيقدموا لنا جلسات تنمية مهارات وجلسات تخاطب وجلسات دعم نفسي جماعي ودعم نفسي فردي وجلسات ترفيهية للأمهات. بابا توفى في حادثة كنا كلنا فيها، وبعد الحادثة ما بقاش بيتكلم وبقى بيمشي وهو نايم وبيصرخ بس. فأول ما وددته يعني قالوا لي ده هو ممكن يكون عايز ياخد جلسات تخاطب وكده، وجيت بقى المكان هنا تشخص طيف توحد وبدأنا العلاج. مركز هنا يستحق ان هو يكون رقم واحد، ومحتاج بس ان الناس تعرف عنه، مش كل الناس تعرف عنه. انا ما كنتش اعرف عنه، يعني انا عرفت بالصدفه. حتى لما ببقى جايه بيقولي انت جايه هنا ليه، فبقول لهم هنا ده في هنا قسم اطفال. ايه ده معقول؟ فكله بيتفاجئ ان هنا في قسم اطفال توحد. المركز هنا بيقدم خدمه انا يعني فظيعه بجد. جلسات التخاطب، جلسات تنميه مهارات للاطفال، تكامل حسي، يعلموهم رعايه ذاتيه، اللي هو في جروبات للاطفال عشان يتعلموا المشاركه والتواصل، في كل حاجه، في دعم الامهات. في اطار حرص الدوله المصريه بملف الصحه النفسيه، جاء مركز علاج طيف التوحد بمستشفى العباسيه للصحه النفسيه وعلاج الادمان ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. مارينا امير، مانشيت. شكرا مارينا امير. والتقرير رغم انه يعني دقايق، لكن معناه كبير زي ما قلت لحضراتكم. الدراما وتاثيرها بيبقى كبير جدا. وانا لسه بكلم حضراتكم، والله لسه بكلم حضراتكم، الاستاذ ايمن بعت لي، وده يعني صديق بعت لي على الواتساب، بيقول لي انه يعني في طفل توحد وفي مشكله وعايزين، ولسه يا دوب انا بتكلم دلوقتي. فالدراما برنامج مواطن، الثلاثه مع بعض، وبيبقى في بقى حس المنتج. حس المنتج، مش كل منتج يقدر يخش
على مثل هذه الموضوعات ويستثمر، خلي بال حضراتكم جدا من الكلمة دي، بيستثمر فكره مش بيستثمر فلوسه، بيستثمر تاريخه مش بيستثمر فلوسه. لأنه على فكرة ممكن العمل يكون عظيم جدا جدا، وده حصل، العمل عظيم جدا جدا ومردوده المالي ضعيف، لكن تأثيره عظيم، وفي أعمال والمنتج السينمائي عارف والمنتج الفني عارف وبيخشوا على الأعمال دي والحقيقة ويستثمروا فيها كويس جدا، ويفاجأ أن العمل أول ما يعرض ما بيلاقيش الرواج المطلوب، بعد فترة العمل بينجح ويكمل النجاح بتاعه. ما شاء الله العمل ده حالة خاصة، عمل حالة خاصة مع المجتمع، بيناقش قضية خاصة مع المجتمع، وأنا متأكد أنه من الحاجات الهادفة جدا للدولة المصرية أنها تناقش مثل هذه الأمور في الأعمال الدرامية.